مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقوق الناس، والذي نسلط فيه الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي. وفي حلقة هذا الأسبوع نتناول المواضيع التالية: الفقر في العالم العربي في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، وفي فلسطين حزب التحرير يتهم الحكومة الفلسطينية في غزة بمنع نشاط دعوي، ونشطة حقوقية تضرب عن الطعام في تونس وتطالب بإعادتها إلى عملها، وفي الأردن مواطن يواجه ضغوطا لإرجاع ابنته لأمها الفرنسية، وفي السعودية حقوقيون يطالبون بالإفراج عن معتقلة على خلفية عنف أسري، وفي مصر محاكمة طلبة على خلفية احتجاجهم على اعتداء ضابط أمن على طالبة. وموضوعنا الأخير: منظمة دولية تطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج عن السجين عمر البرغوثي. ظل الفقر واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العالم العربي من أبرز الإشكالات التي تواجه صناع القرار مع مطلع هذا القرن، حيث يطال الفقر المدقع أكثر من 100 مليون عربي، وتقع البلدان العربية ذات الثقل السكاني في مرتبة متأخرة في سلم التنمية البشرية بين دول العالم 177، وترتفع نسبة الفقراء في العالم العربي إلى أكثر من 56% من السكان، وتتفاقم الهوة بين الأغنياء والفقراء، حيث يبلغ نصيب 10% الأفقر من السكان العرب قياسا إلى 10% الأغنى 2.7 إلى 30% فقط في الأردن، و 2.3 فقط إلى 31.5 في تونس، وإلى 3.7 إلى 29.5 في مصر. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بالدكتور خالد أبو إسماعيل، الخبير الاقتصادي ومستشار مكافحة الفقر في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وهو معنا من القاهرة. دكتور خالد، هذه الأرقام المؤسفة والمرعبة في آن، كيف تنظر لها؟ بداية أحب أنوه أن في أعتقد بعض الخلط في هذه الأرقام، يعني أنا لا أعتقد أن هذه الأرقام هي تعبر عن واقع الفقر والانتشار في المنطقة العربية، خصوصا فيما يخص بيانات الفقر المدقع. طيب، ما هي البيانات التي تعتقد بأنها أكثر دقة؟ وخاصة هذه البيانات، يعني نحن حصلنا عليها فعلا من يعني من جداول التي تنشرها عادة الأمم المتحدة. نعم، ما هو المشكلة الأساسية تكمن في تعريف الفقر. له يعني تعريفات عدة، ويمكن أن يقاس من زاوية الفقر البشري اللي هو بيستند إلى مؤشرات التعليم والصحة والمستوى المعيشي. وحسب هذا التعريف، فأنا بناء على عده دراسات قمنا بها في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، استطيع ان اقول بان المنطقه العربيه مستوى الفقر البشري لديها اعلى مما متوقع قياسا الى مستوى الداخل. يعني ان احنا عندنا 23% مستوى الفقر في المستوى على مستوى المنطقه العربيه، والمتوسط العالمي للمناطق الناميه في حدود 21%، لكن مستوى الفقر البشري يعني هو اعلى بكثير قياسا الى مستوى الداخل. اما بالنسبه للفقر المادي، واعتقد هنا ده الاحصاءات اللي هو احنا بنشير الى الفقر المدقع لكنه فقر مادي. فعندنا ثلاث مستويات منه: مستوى الفقر الغذائي اللي هو ادنى، وده يمكن حتى بنسميه اللي هو حد الكفاف او حد البقاء على قيد الحياه. بالنسبه للمنطقه العربيه ده يتراوح في حدود 5-6% او 7% شيء من هذا القبيل، وان كان توقعاتنا ان هو ارتفع خصوصا بعد ازمه الغذاء العالميه، يعني ممكن نقول ان هو في حدود حاليا دلوقتي لا يزيد عن 10%. الفقر الشديد او الفقر المدقع هو في حدود 20%.
ده المستوى الحالي، وفي التسعينات كان في حدود 18% أو شيء من هذا القبيل. يعني طيب بناء على هذه الأرقام، يعني يبدو أنك متفائل قليلا إلى نسبة الفقراء في العالم العربي حسب ما ذكرت أنت، يعني حتى هذه النسب قياسا إلى إمكانات التي يزخر بها العالم العربي، هل هذه النسبة 20% الفقر المدقع تتناسب مع ما يملكه العرب من ثروات وما يملكه الوطن العربي من إمكانيات زراعية وثروات باطنية؟ يعني هنا طبعا لازم الواحد يفرق ما بين مناطق في الوطن العربي. يعني مثلا منطقة المغرب العربي، أنا أعتقد إن هم استطاعوا من خلال يعني عدة أسباب، إن هم وسوريا أيضا استطاعت تلك البلدان بالتحديد إن هي من خلال برامج يعني مكافحة الفقر ومن خلال سياسة الدولة في المجال الاجتماعي أنها تخفض من نسبة الفقر قياسا من المستوى اللي ممكن الواحد يتوقعه على بمقارنة بالدول الأخرى. أما في دولة مثلا زي مصر، أعتقد أن مستوى الفقر هو عند المتوقع قياسا أيضا إلى الدول الأخرى. إنما لما نيجي ننظر إلى اليمن وإلى السودان وإلى موريتانيا والصومال، فهنا نستطيع أن نقول أن مستوى الفقر أعلى مما يتوقع. طيب باختصار دكتور خالد، هل يمكن تحديد سبب عام لذلك الخلل بين الإمكانيات ونسبة الفقر في دولة ما دون أخرى؟ من المسؤول بشكل أساسي عن ارتفاع نسبة الفقر في الوطن العربي؟ هو زي ما أنا قلت مستوى الفقر، بس عشان يعني أكون واضح، مستوى الفقر في المنطقة العربية ليس مرتفع قياسا إلى الدول الأخرى. هو الفقر البشري هو المرتفع، ليس الفقر المادي. ده أول. بالعكس، ده أنا بقول إن السبب إن الفقر المادي في الدول العربية هو أقل مما المتوقع قياسا للدول الأخرى، كان بسبب تدخلات الدولة في المجال الاجتماعي في حقبة الثمانينات والسبعينات. الآن وبعد الأزمة العالمية، خصوصا أزمة الغذاء، نتوقع إن ممكن ده يؤثر سلبا على مستويات الفقر في المستقبل. أما بالنسبة للتفاوت ما بين الدول وبعضها وحتى في داخل الدولة، يعني مشكلة الفقر مثلا في مصر وفي سوريا وفي دول كثيرة من دول شمال أفريقيا، هي بسبب تركز الفقر في مناطق بعينها اللي هي مناطق الريفية. يعني فأنا أعتقد أن إذا توجهت الدول العربية إلى سياسات مكافحة الفقر في المناطق الأكثر فقرا، اللي هي غالبا ما تكون مناطق مهمشة ريفية، ده هيقدر ان هو ينقل الدول العربيه الى مستوى اخر في من مستويات الفقر بصفه عامه. الدكتور خالد ابو اسماعيل، الخبير الاقتصادي والمستشار في مكافحه الفقر في البرنامج الانمائي للامم المتحده، كنت معنا من القاهره، شكرا لك. إلى غزة أعزائي المشاهدين، حيث قال بيان لحزب التحرير في قطاع غزة إن الحكومة الفلسطينية في القطاع منعت ندوة فكرية سياسية للحزب كان من المقرر عقدها يوم الاثنين 18 من أكتوبر من هذا العام في مركز رشاد الشوى الثقافي في مدينة غزة. وقال البيان إن الحكومة في القطاع منعت بذلك عملا دعويا فرضه رب العالمين ولا يحتاج لإذن من أحد. ولفت البيان إلى أن المنظمين أبلغوا المعنيين في الجهات الحكومية بالندوة، وقالوا إن المنع جاء على أساس الأمر الواقع. ووصف البيان قرار منع انعقاد الندوة بقوانين الطوارئ في أنظمة الحكم الجبري في بلاد المسلمين، واقتراب الحكومة الفلسطينية في غزة من سلطة رام الله التي تحارب حزب التحرير حتى في المساجد. للتعليق على هذا الموضوع أرحب من غزة بالناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية السيد طاهر النونو. سيد طاهر، في البداية ما هي ملابسات منع ندوة حزب التحرير من الانعقاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا، هذه الندوة هو أحد المراكز الحكومية، وأن أي حكومة من حقها أن تقرر استضافة هذه الندوة وعدم استضافتها، وهو مركز رشاد الشوى الثقافي، وبالتالي من المفترض أن يحصلوا على إذن مسبق من أصحاب هذا المكان
قبل عقده، هم رفضوا الاعتراف هذه الحكومة أو بالمناسبة غيرها من الحكومات العربية، ويعتبروا أن كلمة حكومة هي رجز من عمل الشيطان، وأن الاعتراف بالقوانين هو القوانين الوضعية هو أمر مخالف للشريعة، بالتالي رفضوا الالتزام بالقانون وتوقيع هذا الالتزام عند استضافة أو عند استئجار هذا المكان التابع للحكومة. ومن هنا كان رفض عقد في هذا المكان وليس رفض طيب، طاهم ترقيصي. مصادر حزب التحرير في البيان قال في بيانها قالت أن أنهم أبلغوكم في موعد هذه الندوة وبطلب الإذن يعني بهذه الندوة، إذن لماذا يتم المنع إذا تم طلب إذن مسبق من قبل حزب التحرير؟ لأنهم رفضوا التوقيع على الورقة التي يجب أن يوقعوا عليها لحجز هذا المكان، كما قلت هو مكان ليس مكان خاص، المشكلة في المكان وليس في عقد الندوة، ليعقدوها في أي قاعة أخرى لم يعترض عليهم أحد. يعني إذا عقدوا الندوة في أي قاعة أخرى، أريد أن أفهم منك سيد طاهر، إذا تم عقد الندوة في أي قاعة أخرى فالحكومة لا تعترض أو لا تتدخل في هذه الندوة وفي محتواها وفي الجهة كل التي يوم يعقد، كل يوم يعقد ندوات في قطاع غزة، بعضها يؤيد الحكومة وبعضها يعارض، بعضها يصب، بعضها يشتم ويكون على الهواء مباشرة، لا أحد يعترض، كان المفترض بالاعتداء. طيب وأنتم في المقابل يعني لماذا تعترضون حتى لو كان المركز يعني مركزا حكوميا؟ يعني ليس من الضرورة أن تكون الندوة فيها شتم على الحكومة، ولكن إذا كان هناك طرح آخر أو أصوات أخرى، ما المانع أن تعقد حتى لو كانت في مكان حكومي؟ هم رفضوا الالتزام بقانون التأجير، يعني ورقة التأجير أو ورقة الموافقة على الإذن، يعني طلب الموافقة الإذن بالسماح لهم هو توقيع عليها، قالوا بالحرف الواحد نحن لا نعترف بأي حكومة فلسطينية أو عربية أو غير عربية، مبدأ حكومة والتوقيع على الالتزام لهذه الحكومة بأي شيء هو مرفوض، وبالتالي هم يعني هم رفضوا التوقيع على أي ورقة، رفضوا الاعتراف مجرد بوجود حكومة في قطاع غزة، طيب بعد وهذا ذلك أمر غريب سواء من الناحية الفكرية أو من الناحية العملية، هناك حكومة، هناك ولي أمر موجود، هناك قواعد فكرية، هذه هي القواعد التي رفضوها، هم رفضوا الالتزام لا بقانون ولا بأي شيء، قالوا لا نعترف لا بالحكومة ولا بالقانون. طيب هم مصادرهم قالت بأنكم أيضا اعتقلتم عددا من عناصر حزب التحرير واتهمتموهم بالتشهير في الحكومة. هذا غير صحيح البتة تماما، وبالأمس شخصيا سألت وزير الداخلية إن كان هناك أحد من المعتقلين من حزب التحرير، قال هذا غير صحيح ولم يحدث بالمطلق أن تم اعتقال أحد من حزب التحرير سواء لهذا الموضوع أو لغيره. نحن لا يمكن الاعتقال على خلفية السياسي أو على خلفية حتى العمل الإعلامي في قطاع غزة، يعني على الأقل أعضاء حركة فتح في غزة يسبونها ويشتمونها ليل نهار في وسائل الإعلام وعلى مواقع الإنترنت، لم نعتقل من صحفيين أحد. طيب فكيف تعتقل من حزب التحرير؟ بالتالي هذا الأمر غير صحيح، هو مجرد ادعاء بطولة وادعاء محنة كاذبة غير صحيحة، هو يفتعل الأزمة ليظهر في وسائل الإعلام، ولأن اليوم كل شخص يعارض هذه الحكومة هو مقبول أمريكيا ومرضي عنه أمريكيا، فيبدو أنه ووسائل الإعلام تسلط عليه، فيبدو أنهم أرادوا هذا الخروج الإعلامي وهذا الضوء الإعلامي للاستفادة منهم دعائيا لصالح الحزب. طاهر النونو المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، كنت معنا من غزة، شكرا لك. إلى تونس أعزائي المشاهدين، حيث شرعت الناشطة السياسية التونسية غزالة محمدي في إضراب عن الطعام للدفاع عن حقها الشرعي في العمل بحسب ما ورد في بيان لها. وقالت محمدي إنها تعرضت للطرد من عملها بطريقة تعسفية على خلفية نشاطها الحقوقي والسياسي ومساندتها لقضية أهالي الحوض المنجمي. ونشدت السيدة محمدي مكونات المجتمع المدني والأحرار من الشعب التونسي الوقوف إلى جانبها ومساندتها من أجل استرجاع ما قالت إنه حقها المسلوب منها. للتعليق على هذا الموضوع معي من تونس الناشطة الحقوقية غزالة
محمدي. سيدة غزالة، أنت قلت أنه تم طردك من العمل بطريقة تعسفية على خلفية نشاطك الحقوقي والسياسي ومساندتك لقضية أهالي الحوض المنجمي، هل لك أن توضحين أن توضحي لنا يعني كيف تم ذلك؟ صديقي، لقد تم كما قلت طردي تعسفيا، وذلك معناها يتيت عديد معناها الأشياء التي توضح ذلك، خاصة تم طردي من العمل بصفة تعسفية وبدون أي مبرر قانوني يوم 30 أكتوبر 2008 بدعوى الظروف المادية التي تمر بها الجمعية، في حين أن الجمعية في الواقع إلى حد الآن ما زالت تمارس نشاطها على أحسن وجه، وبالعكس فقد تم كذلك انتداب موظفة أخرى في مكاني، كما أيضا شرح لي معتمد الجهة بجفة بأنه تم طردي من الجمعية لأنني لم أكن منضبطة. أيضا في عديد المرات صرح لي والي جفة بذلك، لذلك أرى أن طردي كان تعسفيا. ولكن ما العلاقة بين طردك وبين مواقفك السياسية والحقوقية؟ سيدي، في كل مرة كنت أشارك فيها في أي تحرك نضالي كنت أوقف عن العمل بعدها بيوم، فكان في كل تحرك كان بعدها معناها يتم توقيفي عن العمل، لذلك فأنا أرى أن معناها طردي من العمل كان على خلفية نشاطي السياسي والحقوقي، وكان على خلفية خاصة وقوفي إلى جانب الحوض المنجم. يعني كيف أنت عبرت عن وقوفك إلى جانب قضية أهالي الحوض المنجمي؟ سيدي، أنا أولا ناشطة سياسية وحقوقية بالحزب الديمقراطي التقدمي، أنا عديد المرات شاركت في عديد التحركات المساندة لقضية الحوض المنجمي التي كان دعا لها الحزب الديمقراطي التقدمي أو مكونات المجتمع المدني. طيب سيدة غزالة، أنت قلت طالبت المجتمع المدني والأحرار من الشعب التونسي للوقوف إلى جانبك ومساندتك من أجل استرجاع حقك المسلوب منك، هل لاقت هذه المناشدة صدى وأذنا لدى أي من الجمعيات جمعيات المجتمع المدني؟ والله حقيقة إلى حد اليوم لم أرى أي حل إلى هذه المشكلة. قبل ذلك أود أن أقول أني توجهت عديد المرات للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الجهوي كذلك لحل هذه المشكلة ولعرض المظلمة التي تعرضت لها، لكن لم ينصحني أحد دون جدول. كذلك اتصلت عديد المرات إلى سلطة الإشراف المتمثل في والي قفة لحل المشكل أيضا، لكن في كل مرة أجد نفسي معناها محاصرة بعدد غفير من قوات الأمن لمنع مقابلتي وليعتدوا علي بالعنف الشديد، مما أدى في مرة إلى كسر أنفي مما استوجب راحة لمدة شهر. كذلك اتصلت بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هي الأخرى فشلت في حل أو التدخل لحل هذا المشكل. كل أملي أن أجد حل في الأيام القليلة القادمة. الناشطة الحقوقية التونسية غزالة محمدي، كنت معنا من تونس، شكرا لك. إلى الأردن أعزائي المشاهدين، حيث قال المواطن الأردني عماد عمر إن السفارة الفرنسية في عمان تنحاز لزوجته السابقة في النزاع على حضانة ابنته. وذكر عماد أنه فوجئ بقرار زوجته تطليقه، وإن الشرطة الفرنسية فرضت عليه قيودا تمنعه من التواصل مع ابنته. للتعليق على ملابسات هذا الموضوع معنا من عمان الناشط الحقوقي إياد عمر. سيد عمر، في البداية هل لك أن توضح لنا يعني بعضا من تفاصيل هذه القضية؟ لماذا طلبت طليقة السيد عماد عمر التطليق، وهل يسمح لها القانون الفرنسي بأن تكون الابنة معها؟ أول بداية السلام عليكم
والتوضيح النقطة يا أخي جمال اللي تكلمت فيها، إنه عماد تزوج من السيدة الفرنسية في عام 2001، وتم عقد زواج إسلامي في فرنسا بشهادة شهود، ولكن القانون الفرنسي يمنع تسجيل الزواج الإسلامي حسب القانون الفرنسي. ولأنه السيد عماد كان متزوج في الأردن قبل زوجته هاي وطلقها، فيمنع تعدد الزوجات. الآن في سنة 2003 بدأت مشاكل في موضوع الهوية الثقافية لابنته اللي أنجبها من السيدة الفرنسية، بحيث أنه كان يمنع دخول مجموعة من الأشياء مثل لحوم الخنازير والخمر إلى البيت بالاتفاق مع هذه السيدة الفرنسية لاحترام هويته الدينية والعربية. الآن بدأت السيدة الفرنسية بتقديم شكاوي لدى الشرطة الفرنسية بأنه يمنحها من حرية الشخصية ويمنحها من بعض القيم التي تؤمن فيها اللي ذكرتها، إلى أن وصلت القضية لقاضي الإصلاح الاجتماعي فرنسا. قاضي الإصلاح الاجتماعي فرنسا حاول الإصلاح بين الزوجين وأقر بقراره الحكم أن تحترم الأم التعليم الدينية والهوية الثقافية للطفل بلقيس. بعد هذه الأحداث حاولت السيدة الفرنسية أنها تقدم أكثر من شكوى بتهديد بالقتل حتى يتم التخلص من السيد عمر وطرده من فرنسا، من الأراضي الفرنسية. لكن في مرحلة معينة حاولت السيدة أنها تتلفت بعض التهم حتى أنها تأخذ حضانة البنت الطفلة بلقيس، واستطاعت أنها تأخذ حضانة الطفلة. هو عفوا بالنسبة للحضانة، بالنسبة للحضانة بشكل عام، يعني في أوروبا القانون العام هو يعطي الحضانة للأطفال إلى الأم في أغلب الأحيان. في أغلب الأحيان نعم، ولكن الآن كان هناك برمجة تتسارع في تغيير الهوية الثقافية للطفلة عن طريق جدة الطفلة بحرمانها من أكل عشاءها أو غدائها إذا هي لم تأكل لحم الخنزير، وحرمانها لبعض. طيب هذا الكلام هل يعني هل كان لدى السيد عماد عمر دليل عليه؟ وأنت قلت بأنها هذه الأمور تكررت، ويعني أكثر من مرة تم الاتفاق من خلال القاضي كما قلت بأن تحترم الزوجة التعاليم الدينية للسيد عمر وابنته. هل ألم يمكن هذا السياق أن تلتزم به الزوجة من خلال سياق قضائي يعني؟ الآن قضائيا لم يستطع السيد عمر أنه يرفع قضية في فرنسا بسبب ضغوطات مارستها الأم بنفوذها بوجود فرنسا، لأنها هي صحفية في المكتب الإعلامي الوطني الفرنسي. ولكن الطفلة نفسها كانت تسرب لوالدها بعض الرسومات التي رسمتها بيدها عن كيفية التعامل معها عن طريق والدتها ودفتها. نحن نحاول الآن ننشر هذه الصور على الإنترنت بإذن الله تعالى. طيب سيد عمر، أنت قلت بأن السفارة أو قلتم بأن السفارة الفرنسية تضع قيود تمنع السيد عماد عمر من التواصل مع ابنته، كيف تم ذلك؟ الآن كان الموضوع أنه السفارة الفرنسية في الأردن بعد أن حضر عماد في شهر 8/2010 هذه السنة إلى الأردن في زيارة بتصريح من الأم، طبعا تصريح مفتوح من الأم، قرر أنه يعني حاول يتصل بالسفارة الفرنسية حتى يشرح القضية بأنه هذه طفلة أردنية وتحمل جنسية فرنسية أيضا وتعاني من ظرف إنساني معين في فرنسا. ولكن حضرت الأم إلى الأردن وطوال شهرين كاملات، يعني هو أتى بابنته إلى الأردن. إلى الأردن نعم، نعم. طوال شهرين كاملات أخ وليد لم تتصل السفارة فيه إطلاقا، وتبنت وجهة نظر الأم الفرنسية الأصل وتعاملت معه على أنه مواطن فرنسي من الدرجة الثانية رغم أنه يحمل الجنسية الفرنسية. إلى أن وصلت الأمور يعني لمرحلة التحقيق القضائي الأردني،
وكان في احداث قبلها بالضبط تسليم البنت او الطفله بلقيس الى السفاره الفرنسيه او الى الام، او اننا سوف نسجنكم انتم واهل عماد والمهندس عماد جميعا، او ان هناك جهات، طبعا الام هددت بان هناك في الاردن استثمارات فرنسيه وانا سوف نستغل هذه الجهات. لماذا يعني هل شكت الام بان يعني السيد عمرو سوف يحتفظ بابنته في الاردن ويمنعها من العوده الى فرنسا؟ كان يوجد اتفاق بين السيد عماد عمر والزوجة الفرنسية من حدود سنة كاملة، وهذا موضح برسالة للمصلحة الاجتماعية في فرنسا أرسلها السيد عمر، أن تم الاتفاق بينهم على أن يأخذ السيد عمر ابنته إلى الأردن اللي عايش فيها، وإذا أرادت الأم اللحاق للأردن اللي عايش مع ابنتها فيمكن لها ذلك. طبعا عرض عليها السيد عمر مجموعة من العروض اللي هي شقة وسيارة وراتب حتى تكون مرتاحة حتى ترجع إلى، طبعا هذا كلام شخصي ولكن مضطر إن أقوله، حتى ترجع إلى بعض الأصدقاء السابقين، تملكي وأنها ملت الحياة بوجود الإبنة لا تستطيع أخذ حريتها في العيش. فتم الاتفاق عن طريق المصلحة الاجتماعية برسالة مرسلة من السيد عمر إلى المصلحة الاجتماعية بهذا الإطار. الآن الأم تراجعت عن هذا الكلام لما وصلت الأردن وطالبت باسترداد الطفلة والرجوع بها إلى فرنسا. نعم، نكتفي بهذا القدر. إياد عمر الناشط الحقوقي، كنت معنا من عمان، شكرا لك. وقفة مع بعض الأخبار الحقوقية، نعود بعدها لمتابعة باقي فقرات حقوق الناس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا إلى السعودية، حيث قام المحامي وليد أبو الخير بالوكالة عن السيدة سمر بدوي برفع شكوى للمجلس الأعلى للقضاء في السعودية للمطالبة بإلغاء أمر قبض وإيداع في السجن بحق السيدة بدوي على خلفية شكوى تقدم بها والدها. وتدعي سمر التي تقبع رهن الاعتقال منذ نحو 6 أشهر، تدعي أن والدها يصادر أموالها ويمنعها من الزواج. وكان والد سمر قد رفع دعوى ضد ابنته بيتهمها فيها بالعقوق، وقرر القاضي الشرعي بسجن سمر بناء على دعوى والدها. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بالسيد وليد سامي أبو الخير، المحامي والناشط الحقوقي. سيد أبو الخير، في هذه القضية الوالد رفع دعوى على ابنته التي عمرها 31 سنة يتهمها بالعقوق، لا شك أن العقوق هو من الكبائر يعني في ديننا، ولكن هل هو قضية يتم التحقيق فيها وبناء على ذلك يعني يسجن من اتهم فيها؟ تحية لك سيدي الكريم وتحية للمشاهدين الكرام. قضية العقوق رفعت من قبل أن يقوم والدها بالرفع في المحكمة، هي رفعت من قبل في هيئة التحقيق والإدعاء العام من قبل والد سمر، وبرأت هيئة التحقيق والإدعاء العام سمر بدوي من هذه التهمة. هذا كلام حدث قبل 2 سنين من الآن. فعاد والدها ورفع القضية مرة أخرى في المحكمة الجزئية عند القاضي عبد الله العتيم الذي أصر، وهو رئيس المحكمة الذي أصر على أن يأخذ القضية، ومن جلسة واحدة أصدر أمر القبض. الأمر القبض هذا الذي قام به القاضي هو أمر
خالف القانون المعتد به في السعودية، وهو أن الجرائم الموجبة للتوقيف إذا قام الابن بضرب والده. وسمر بدوي هي التي تمت، هي المعنفة وهي المضروبة بشهادة تقرير من الأمارة من الأمير خالد الفيصل، وبخطاب من الأمير مشعل بن ماجد، وبتقرير من الشؤون الاجتماعية. إذا طيب، من وجهة نظر الأب، يعني ما الأدلة أو ما الدليل الذي قدمه على عقوق سمر، وبناء على أساسه تم الاستمرار بسجن سمر؟ هو لم يقدم إلا دليلا واحدا، وهو أنها هربت من بيتي وأنها الآن ليست موجودة في بيتي وهذه الأمور، وبالتالي يجب البنت أن تبقى في بيت أبيها وما إلى ذلك. طيب هذا ألا يستدعي رفع دعوى ضدها بناء على القوانين السائدة في السعودية؟ نعم، هو المحكمة الشرعية لا تستقبل أي دعوة، فيثبت بعد ذلك أن دعوة كيدية يتم تعزير المدعي. لكن للأسف القاضي عبد الله العثيم كانت واضحة بالنسبة لي أنا كوكيل سمر بدوي، كانت واضحة لي بأنها دعوة كيدية، سيما أن الدعوة أقيمت بعد أن أقام سمر بدوي دعوة ضد والدها لإسقاط ولايته. فكيدا قام وأقام دعوة عليها في المحكمة الجزئية بأنها عاقة، فهي دعوة لاحقة لدعوة سابقة. وأيضا منعها من الزواج وصدر لها حكم ابتدائي الآن بأن أبها عاضلها، وهو بأن أبيها عاضلها ومنعها من الزواج. فهي وأيضا الأب عليه حكم ابتدائي من قاضي في المحكمة العامة بتعزيره لأنه معنف وأنه يأخذ ماله وعنوه. كل هذه القرائن وتقرير من الحاكم الإداري، كل هذه القرائن تثبت على أن هذا الأب ظلم ابنته. كل هذه رغم كل هذه القرائن القاضي الشرعي قرر استمرار سجن سمر، يعني من طرفكم في الدفاع كيف يمكن أن تغيروا هذا الحكم؟ نحن الآن رفعنا بشكوى في المجلس على القضاء، والحمد لله أن المجلس على القضاء تجاوب معنا وثبت لديه بأن أمر القبض الذي صدر على سمر بدوي هو أمر غير صحيح وهو مخالف للقانون، وطلب يعني سوف يرسل بطلبه الى رئيس المحكمه القاضي عبد الله العثيم بالافراج عنها وبرساله المعامله للتحقيق فيها. طيب ختاما سيد وليد، ما نسبه انتشار مثل هذه القضايا، يعني رفع قضايا ضد الوالدين بتهمه العقوق، وفي يعني بشكل عام في مثل هذه القضايا عاده ما هو الطرف الذي يكون فيه الضحيه والطرف الذي يكون فيه الجاني؟ هي يعني نحن أعلننا أنه قضية سمر بدوي ليست هي القضية الوحيدة، نحن لدينا الآن 8 قصص مشابهة، لكن كل أولئك يجبنون على أن يظهروا بأسمائهم، وسمر بدوي هي الوحيدة التي بعد أن استفحل الظلم وبعد أن يعني عانت الأمرين وحرمت من رؤية ابنها لمدة 6 شهور ونصف قررت أن تخرج باسمها وأن تصرخ من داخل السجن، ولذلك تعاطف معها الرأي العام. وإلا هناك نساء كثر مثل سمر بدوي لكنهم يخجلون أن يظهروا بأسمائهم، لأن مجتمعنا للأسف مجتمع ذكوري لا يراعي أن المرأة قد تظلم وقد تسجن وقد تصبر كل الصبر فقط حتى لا يأتي إنسان أو يأتي شخص غريب عنها فيتكلم في عرضها ويتكلم في شرفها، وهي في كل الأحوال مظلومة. طيب من ناحية الآن حقوقية وليس من ناحية قانونية، كيف يمكن تغيير ذلك المفهوم لدى الناس في السعودية؟ أنا أناشد كل المظلومات بأن يخرج بأسمائهن وأن يعلو عن قضاياهن، وحتما سوف يقف معهن أحرار كما وقف الآن مع سمر بدوي عدد كبير من الناشطين والحقوقيين، أيضا سيقفوا مع المظلومات الأخريات، لأن هناك قناعة من قبل الناشطين والحقوقيين أن الظلم الذي يقع على المرأة هو الظلم الأكبر، وهي الشريحة الكبرى المظلومة لدينا في السعودية، وللأسف يعانينا من عدم النصرة لا في الناحية القانونية ولا من الناحية الحقوقية. آن لنا أن نلتفت لهذه الشريحة الكبرى وعلينا أن نناصرهن، سيما وأن المرأة لم تزل النظرة الدونية لها مستفحلة في مجتمعنا السعودي. المحامي والناشط الحقوقي وليد سامي أبو الخير، كنت معنا من جدة، شكرا لك. والآن أعزائي المشاهدين مع فقرة التعريف بسجين سياسي، ونعرف اليوم بالسجين السياسي السوري هيثم المالح، وذلك في ذكرى مرور عام على اعتقاله.
طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، طالبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض، طالبتهم بإطلاق سراح الأسير السابق والناشط الفلسطيني عمر البرغوثي، والذي قام جهاز الأمن الوقائي باعتقاله في 26 أكتوبر الحالي. وقالت المنظمة إن اعتقال البرغوثي والذي يبلغ من العمر 53 عاما والذي يعتبر رمزا للحركة الفلسطينية الأسيرة، قالت إن اعتقاله يمثل عملا تعسفيا غير مبرر. وقالت المنظمة إن التقارير الحقوقية عن معاملة السجناء في مراكز الاحتجاز والتحقيق التابعة للسلطة الفلسطينية منذ عام 93 والوفيات المتواصلة فيها تثير لديها مخاوف حقيقية من احتمال تعرض البرغوثي للإساءة والتعذيب، وتعبر عن قلقها البالغ على حياته. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بالناشط الحقوقي في منظمة أصدقاء الإنسان السيد أحمد عبد الله، وهو معنا من بروكسل. سيد عبد الله، قلتم بأن السيد البرغوثي يعتبر رمزا للحركة الفلسطينية الأسيرة، واعتقاله عمل تعسفي غير مبرر من قبل السلطة الفلسطينية. طيب ما هي أسباب السلطة الفلسطينية، الأسباب التي أوردتها لاعتقال السيد البرغوثي؟ نعم أستاذ جمال، شكرا لك. أستاذ جمال، الحقيقة أن السيد عمر البرغوثي هو من أكثر الأسرى الفلسطينيين شهرة في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وخاصة عائلة البرغوثي بشكل عام، فهم عائلة مناضلة قدمت الكثير من أبنائها على قربان الحرية الفلسطينية. فعلى سبيل المثال، أخوه نائل البرغوثي هو يعني عميد الأسرى الفلسطينيين، قضى في الأسرى 33 عاما، كان معه أخوه عمر بالمناسبة وخرج من السجن في إحدى صفقات التبادل للأسرى الفلسطينيين، وقضى الأستاذ عمر حوالي 22 سنة أو أكثر في السجون الإسرائيلية، وكذلك ابنه يعني ابن عمر البرغوثي كذلك عاصف لديه 12 سنة في المعتقل، كذلك ابن عمهم فخري البرغوثي هو ثاني أقدم سجين فلسطيني 32 سنة في السجن، وابنه شادي ابن فخري 15 سنة، القائد مروان البرغوثي لديه 8 سنوات في السجن، مجد البرغوثي الإمام. ما القرابة بين مروان البرغوثي وعمر البرغوثي؟ هم من عائلة واحدة، هم هذه عائلة البراغثة ينتشرون في ثلاث قرى فلسطينية شمال رام الله، منها يعني قرية كوبر، ومعظمهم يعني هم من قرية كوبر، فهم يعني على صلة ببعضهم البعض، وهم رموز للحركة الفلسطينية الأسيرة. ونحن نستغرب الحقيقة كحقوقيين في العالم، ويعني وأثير كذلك أنقل استغراب المتضامنين الدوليين من وإشمئزازهم من هذه الحركة، خاصة أن عمر البرغوثي الآن لديه أسبوعين في المعتقل الفلسطيني ولم توجه إليه تهمة أبدا. بالمناسبة يعني سمح لأهله بزيارته مرتين، لكنه يتعرض لضغوط نفسية شديدة، خاصة أنه يعني معروف في الوسط الفلسطيني ولديه علاقات حميمة حتى مع وزير الأسرى. طب هل تم يعني هل تم التواصل مع الجهات الأمنية الفلسطينية والاستفسار منها عن أسباب احتجازها للسيد البرغوثي؟ نعم، تم التواصل من قبل عائلته ولم يقدموا لهم أي جواب. وبالمناسبة هو يعني أريد هنا أن أركز على هذه النقطة، وعلى علاقة طيبة مع الأستاذ عيسى كراكة وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية في رام الله، وهنا أطالب يعني السيد عيسى كراكة بالتحرك، ويعني حقيقة عيب على أي مسؤول فلسطيني أن لا يتحرك من أجل فكاك أسر هذا الرمز الفلسطيني. بالمناسبة السلطة الفلسطينية نظمت إفطار في بيت الأسير في رمضان الفائت، وذلك يعني من أجل تكريم هؤلاء الأسرى وتكريم هذه العائلة، لكن نرى أنه بعد شهر ونصف أو بعد شهرين من ذلك الإفطار نرى أن ابن المضيف الذي استضافهم في بيته يعتقل الآن في نعم. سيد عبد الله، قلت بأن في بياناتكم قلتم في المنظمة بأن الوفيات المتواصلة في السجون الفلسطينية في الضفة الغربية تثير لديكم مخاوف حقيقية من احتمال تعرض عمر البرغوثي للإساءة والتعذيب، هل من مؤشرات على ذلك؟ لا، الحقيقة اليوم يعني تلقينا أنباء أنه لا أنباء تفيد عن تعرضه للإيذاء الجسدي،
أركز الإيذاء الجسدي لأن بقى تفيد بذلك، لكن هناك أذى نفسي ومعنوي. هذا الرجل لا يستطيع المكوث في سجن إخوانه وهو حزين جدا على هذا الأمر، وكذلك عميد الأسر الفلسطينيين نائل البرغوثي يستعد للإضراب من أجل يعني التشهير بقضية أخيه والتشهير بالذين قاموا باعتقال أخيه هذا الرمز المناضل الذي من المفترض أن يكرم، ومن المفترض أن تكرم جميع أفراد هؤلاء العائلة المناضلين من أجل الحرية الفلسطينية. فمن هنا أوجه نداء خاصا إلى الأستاذ عيسى كراكع وزير الأسر الفلسطينيين في رام الله أن يقوم بالتحرك من أجل إطلاق سراح هذا المناضل، وأقول أنه يعني لا مبرر أبدا من أجل السكوت على هذا الأمر ومن أجل يعني استمرار احتجاز هذا الرجل. أحمد عبد الله الناشط الحقوقي في منظمة أصدقاء الإنسان، كنت معنا من بروكسل، شكرا لك. إلى مصر، حيث يواجه 12 طالبا جامعيا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين يواجهون محاكمات من بين 33 كانت السلطات المصرية قد اعتقلتهم على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي احتجاجا على الاعتداء بالضرب على إحدى طالبات الجامعة وركلها من قبل ضابط أمن في جامعة الأزهر فرع الزخازيق، وقد ضرب ذلك الضابط الطالبة المصرية في بطنها وصفعها على وجهها مما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي. وقررت نيابة الزقازيق إحالة عدد من الطلبة من طلبة حركة الإخوان المسلمين المعارضة في مصر إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله، غير أنها لم تكن قد استكملت التحقيق ولم تستجب لطلبات الدفاع بسماع شهود نفي للواقعة حسب بعض بيانات مؤسسات حقوقية. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بممثل هيئة الدفاع عن معتقلي الإخوان السيد عبد المنعم عبد المقصود. سيد عبد المنعم، في اعتقالات الطلبة جهة السلطات المصرية قالت بأن الطلبة اعتدوا على الضابط، ما هي حقيقة الأمر؟ دعني أولا أن أذكر لك أن اعتقال هؤلاء الطلاب يأتي في إطار حملة واسعة شنتها أجهزة الأمن المصرية ضد قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في اليوم التالي لإعلان مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع خوض جماعة الإخوان للانتخابات التشريعية التي ستقام في نوفمبر المقبل. بعد ذلك قوات الأمن قامت بحملات أمنية مكثفة تم من خلالها مداهمة 88 منشأة اقتصادية مملوكة لأعضاء في جماعة الإخوان، وتم اعتقال 164 من قيادات وأعضاء الجماعة. يأتي من بين هؤلاء 33 طالب في أكثر من جامعة مصرية على رأسها جامعة المنصورة وجامعة الزقازيق. هؤلاء الطلاب تم إحالتهم بقرار إحالة من المحامي العام لنيابة الزقازيق يتهمهم فيها بالاعتداء على موظف عمومي بالخلاف لوقائع حدثت ورآها الجميع ورآها كل المهتمين تماما. يعني هي واقعة ضرب الضابط للطالبة المصرية يعني موجودة على اليوتيوب وشاهدها ربما العشرات بل المئات، ولكن ما تدعي السلطات المصرية بأنه تم الاعتداء على الموظف أو الضابط، هل تملك السلطات المصرية دليل على ذلك؟ لا يوجد ثم الدليل في القضية. القضية كلها عبارة عن مذكرة تحريات للمباحث، وبالتالي ليس هناك أدنى شبهة جنائية ولا واقعة تستحق المناقشة أمام أي جهة قضاء سواء كانت جنائية أو مدنية، وبالتالي كل التهم تطور أن هيئة الدفاع في جلسة الخميس المقبل ستفحصها وعندها من الأدلة ما يدين الضابط وما يدين حرس الجامعة في الزقازيق، لأن من بين هؤلاء المتهمين طالب كان قد اعتدي عليه وقام بتحرير محضر ضد حرس الجامعة
ثم فوجئ بوضعه كمتهم في القضية التي نحن بصددها، وبالتالي هناك كيدية في الاتهام، وهناك أتصور خصومة سياسية بين حرس الجامعة وبين هؤلاء الطلاب، لأن هذه الأحداث جميعها تأتي على خلفية انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات المصرية، والتي لم تجرى من الأصل وزورت بالكامل في جميع جامعات مصر، وتم استبعاد كل الطلاب الإسلاميين والمعارضين بصفة عامة من قوائم الترشيح، وتم تزكية طلاب منتمين للحزب الوطني الحاكم في مصر، وبالتالي نحن أمام إشكالية كبيرة هي العطف بكل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. طيب هذه الإشكالية قانونيا ما الذي تتوقعونه في الجلسة المقبلة؟ يعني دعني أقول لك أن هذه القضية هي قضية سياسية، وبالتالي أتصور أن الجانب السياسي فيها غالب، لكن كل ما نتمناه أن تفصل المحكمة بين الجانب السياسي والخلفية السياسية لهذه القضية والشق الجنائي الذي نحن بصدده والغير موجود أصلا في أي ورقة من أوراق الدعوة. أتصور أن المحكمة إذا لم تتعرض لأي ضغوط، سأتصور أن البراءة ستكون مصير هؤلاء الطلاب جميعا. هناك سؤال عن حادثة الاعتداء داخل الحرم الجامعي، ما هي في القانون المصري يعني حدود والسلطات الممنوحة للجهات الأمنية في إطار الحرم الجامعي الذي يعني هو سمي حرما جامعيا ربما لحرمته وقدسية أماكن التعليم؟ دعني أقول لك أن هناك حكم من المحكمة الإدارية المصرية بعدم حقية وجود حرس جامعي داخل الجامعات. المحكمة الإدارية العليا في مصر العام الماضي حكمت بعدم وبطلان وجود أي حرس جامعي داخل الجامعة. السلطات المصرية حتى الآن تتلكأ في تنفيذ هذا الحكم، وبالتالي وجود هؤلاء الأشخاص هو العدم سواء، وبالتالي هم وجودهم مخالف للقانون، مخالف للدستور، مخالف لأحكام أصدرتها المحاكم المصرية، وبالتالي ليس لهم سلطة، وهم في سبيل ذلك بيلجأوا إلى حيل وطرق غير قانونية من شأنها أن تعطف بحقوق الطلاب وتمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية، وتمنعهم أيضا من أداء واجبهم الدراسي. يعني هو هذا التساؤل، ما هو تأثير هذه الاعتقالات على وضع الطلبة الدراسي وعلى يعني على وضعهم داخل الجامعة ومتابعتهم لدروسهم؟ لك أن تتصور عندما يغيب هؤلاء الطلاب خلف القضبان ويمنعوا من حضور محاضراتهم ويمنعوا من أداء امتحاناتهم، وهم معرضون لصدور أحكام ضدهم، كل ذلك من شأنه أن يهدد مستقبل هؤلاء الطلاب الدراسي. وأتصور أن السلطات المصرية تبتغي من ذلك توجيه رسالة إلى الطلاب الآخرين لتخويفهم وإبعادهم عن العمل السياسي داخل الجامعات، وحتى تكون الرسالة واضحة فلا بد من اعتقال طلاب وجعلهم عظة لغيرهم. ممثل هيئة الدفاع عن معتقلي الإخوان المسلمين في السجون المصرية المحامي عبد المنعم عبد المقصود، شكرا جزيلا لك. بهذا تنتهي فقرات حقوق الناس لهذا الأسبوع، أترككم في أمان الله وإلى اللقاء.